السلام عليكم، صباح الخير، اخباركم ايه؟ احنا في مدينة نيش. سامعك بدون نيش وصفر، ها؟ متقلش. لا، مدينة نيش هي في جنوب صربيا، وهي المدينة التانية اللي فيها مطار. المطار التاني في يعني بلجراد في مطار، وفي نيش في مطار. لسه مستلم الغرفة بتاعتي اهي، غرفة نظيفة، الدولاب بتاعي، فين؟ هو فين؟ بتعملوها فين يا كفار؟ لما تنزل في فندق في أوروبا، لو في مكان مفهوش شطافة، حاول تختار يعني يكون جنبك الدش، وتكون المسافة. هو كده ازاي؟ ولما هو كده، ايه اللي خلى الشطاف هنا؟ تصميمه غريب، دي غسالة. طب اعملها جواها احسن. لا، ممكن نكتشفوها. وصلنا وسط مدينة نيش، السيتي سنتر بتاع نيش. هناخد جولة كده ونتفرج على الأماكن.
اسلام اغا، اسلام اغا قاعد المسجد موجود من القرن 18 من 1870. اتقابلت مع الشيخ كمال مسؤول المسجد هنا، سالته انا امبارح جيت واستنيت صلاه الفجر مفيش، جيت الصبح اسمع اي حاجه مفيش، حتى دلوقتي عند اذان العصر مفيش. ف خدت جوله حوالين المسجد عشان اسال، فلقيت الباب مفتوح سنه صغيره كده، ففتحت الباب ودخلت لقيت ناس موجوده جوه، وبالفعل دخلنا وصلينا العصر مع بعض. الفكره ان هو بيقول لي ان ممنوع الاذان من اول ما اتعمل المسجد لغايه النهارده، ممنوع الاذان، وده عشان خاطر الناس يعني هنقول يعني 100% الحاجه بسيطه جدا مسيحيين، فمش ينفع تعمل اذان وكده هينزعجوا يعني هيبقى في مشاكل. فده اللي خلاني ما شفتش اي حاجه تدل ان فيها يعني ان الجمع شغال او كده، افتكرته اثري. كمان هو بقى له 40 سنه هنا وهو شغال في مجال الترجمه، بيترجم عربي وتركي وصربي وانجليزي. ف هو شهادته اصلا مهندس، هو من العراق، مهندس ميكانيكي وراجل بقى له 40 سنه هنا، و يعني هو المسؤول عن الجامعه. فبكلمه يعني حتى امبارح في صلاه الفجر حاولت بلش في المسجد فلقيته مقفول، فبقول لي مش كل يوم بنصلي الفجر يعني حسب الناس، يعني العدد مش كبير وكده، وهو بيجي من مسافه بعيده جدا، يكون صعب عليه ان هو يجي بالليل في البرد من مسافه بعيده عشان مفيش مواصلات ان هو يجي ويرجع تاني. فالموضوع يعني صعب عليه عشان هو معاه اسرته طبعا وبيته كده يعني. باختصار الجامعه محتاج لو في اي حد عايز يساهم في المسجد هنا، الجامعة محتاج في حاجات كتير ناقصة. فنداء لأهل الخير اللي يقدر يعمل حاجة، المساجد اللي موجودة في أوروبا كتيرة، المساجد اللي موجودة في دول يعني محتاجة. أتمنى إن الناس ترد إيديها في الخير دايما يا رب. كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله دايما متواصلين مع بعض، وإن شاء الله من دولة لدولة ومدينة لمدينة، ويا رب ما يقطعهالنا عادة يا رب.